شكرا جزيلا لك ميدو. نتحدث عن إسلام سليماني أمين. إسلام سليماني غير موجود لثاني مرة، هو مطالب بالعمل أكثر إن أراد العودة إلى المنتخب الوطني. ماذا عليه أن يثبت الآن إسلام سليماني؟ مسيرة حافلة مع المنتخب، يبدو أن بيتكوفيتش لا يعتمد عليه أمين. هذا ما نستخلصه بعد ثاني غياب له أو غياب عن ثاني تربص للناخب الوطني الجديد، ربما تألق بقرار في التربص الأول لم يخدم إسلام سليماني، ربما الفريق المتواضع الذي يلعب معه إسلام سليماني لم يخدم إسلام سليماني أيضا، رغم أنه سجل وقدم تمريرات حاسمة، سجل عنده هدف وعنده تمريرتين حاسمتين أو أربع تمريرات حاسمة، هدف وأربع تمريرات حاسمة. يبقى المؤكد أنه شغف سليماني لا زال في أعلى مستوياته من أجل تقمص قميص المنتخب الوطني الجزائري، ولكن أخيرا القرار يعود إلى الناخب الوطني. هل يستحق الإبعاد بهذه الطريقة؟ كي تحب تبع كي تحب ما تجيبش لاعب واش من الطريقة، زعما تعيط له تقول له أنا ما راحش نعيط لك، ما تقدرش محمد، خلاص أنت راك مدرب، المسؤولية راح تكون عليك أنت، أنت لازم تشوف أحسن اللاعبين حسب رأيك أنت. هذا ليس أي لاعب، هذا هداف تاريخي للمنتخب الوطني الجزائري، حتى إذا قرر الناخب الوطني عدم الاعتماد عليه مستقبلا، على الأقل يكون تكريم له في المباراتين الوديتين مثلا الماضيتين. شيء من هذا القبيل. لا، ربما لم يتخذ القرار، وقال مام بيتكوفيتش كان صريح، قال بالنسبة لسليماني ولا حتى اللاعب الآخرين غياب فني علي، وش معناتك يقول لك غياب فني؟ عليك أن تعمل أكثر، سجل، أقنعني بأنك رك في أعلى مستوى، نعود نعيط لك، ما كاش مدرب في العالم يحب يعني حاج موسى وبقرار أقنع بيتكوفيتش أكثر من إسلام سليماني. أنا قلت لك عنصر السن. أعطي لي أرقام بقرار. اسمعني محمد. أعطي لي أرقام بقرار. اسمعني. هنا محمد رانا نقوله لعب دور عامل السن، لأنه شوف إذا تشفى مباشرة بعد تعيين بيتكوفيتش كانت خرج كلام كثير أنه الناخب الوطني الجديد يريد أن يقوم بثورة على مستوى التعداد، وهذا من حقه. الآن بدينا نشوف بوادر هذا الأمر باستبعاد بعض اللاعبين وقدوم لاعبين جدد في التربص الأول، الآن أيضا استمرار غياب العديد من اللاعبين مثل سليماني مثل محرز والعديد من الأسماء الأخرى، مقابل قدوم لاعبين جدد مثل حاج موسى مثل بقرار مثل قندوسي أيضا الذي كان واحد من اكتشافات التربص السابق. الآن قلت لك المسؤولية ستكون على الناخب الوطني بيتكوفيتش، هو الذي سيتحمل ضغطا رهيبا في المباراتين القادمتين. خليني نكمل لك. لازم نتناقشوا أمين، لأنك لما تقول لي عامل السن هنا يولي تناقض في القائمة. يعني لو نأخذ بلغة الأرقام والإحصائيات وبعدين نمشي السن. بلغة الأرقام والإحصائيات، بقرار 13 مباراة، إسلام سليماني 13 مباراة. نتحدث عن آخر 13 مباراة للاعبين. إسلام سليماني سجل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، يعني عنده 7 مساهمات. بقرار سجل هدف واحد في 13 مباراة وقدم 3 تمريرات حاسمة. إسلام سليماني هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري. إسلام سليماني حاسم أمام المنتخبات الإفريقية. إسلام سليماني لطالما أنقذنا في أدغال إفريقيا. إسلام سليماني أكثر خبرة من بقرار. يتم الاعتماد على بقرار ويتم تهميش إسلام سليماني. لو قلت لي الآن بأنه عامل السن، نعود نرجع لك لفارس الشيبي. إذا كان عامل السن هو عامل حاسم، لازم فارس الشيبي هو أول لاعب يستدعى. أنت علاش تتصور؟ علاش دير تصور؟ لأنك قلت لي جواب. لأنك أعطيتني جواب منذ قليل وقلت لي السن عامل السن. كأس العالم 2018 المنتخب الفرنسي هو الذي توج باللقب. من كان اللاعب رقم 9 في المنتخب الفرنسي؟ جيرو. بارك الله جيرو. كم مهاجما كان يتفوق في الأرقام والإحصائيات ذلك الموسم على أوليفي جيرو؟ جميع يتفوق عليه. نعم، لكنه كان أساسيا. لماذا؟ لأنها خيارات مدرب. نعم. في آخر المطاف. لأنها عنصرية مدرب ضد كريم بنزيمة، وليس لأنها خيارات مدرب. كريم بنزيمة هو الأحق بحمل القميص رقم 9. كريم بنزيمة كانت أزمة، خلاص نستبعدوا عنها، نهضروا الإحصائيات اللي تتكلم بها. نعم. كاين عشرات المهاجمين الفرنسيين اللي كانوا احسن بكثير من جيرو احصائيا. خليني نكمل. معلومه خاطئه هذه. لما تقول لي كان احسن، كان هو الاحسن، جيرو هو سجل 60 هدف. نهضروا على الموسم مع الفريق، ما نهضروش مع المنتخب. تحل مع الفريق، لانه مع المنتخب جيرو حاسم جدا. كاس العالم 2018 جيرو 0 هدف.
بعد نهايه كاس العالم صح قاعد اساسي حتى بعد نهايه كاس العالم حتى النهائي هو اساسي تتلاعب بالكلمات محمد نتايا في دفاعك عن فكرتك استعرضت ارقام اسلام سليماني مع النادي وفي دفاعي انا تستعرض لي ارقام استعرضتك مع النادي ومع المنتخب هدف تاريخي للمنتخب امين يا محمد هيا نفرضوا اسلام سليماني ريحيته كاع يسجل في كل موسم هاو اكرور على ما نعيطوش الاكرور جزائري ولا ماشي جزائري اكرور تقارنوا الان باسلام جزائري سليماني جزائري ولا ماشي جزائري لا جزائري تقارنوا باسلام سليماني امين انا نهضروا احصائيا محمد وش كل احصائيا موسم يسجل معنا مع النادي اللي يلعب او جاوبك اكساس لنا في الحصه الماضيه قال لك ما انا في دورات ما بين الاحياء راني نسجل لا امين ماشي كيف كيف امين تقارن اسلام لا سليماني كيف كيف اللي يلعب في اعلى مستوى وما حبش يسجل وما حبش يسجل ما اسلام سليماني ما حبش يمشي للدوريات الخليجيه وما حبش يمشي للدوريات العربيه وبقى يلعب في اعلى مستوى في اوروبا وفي البرازيل وكان دائما حاسم تتقلت لي استعرضت أرقامه مع لا أرقامه مع المنتخب أفضل من أرقامه مع النادي كان في كل مرة يشارك مع المنتخب إلا ويسجل وهو الهدف تاريخي للمنتخب واللاعب لم يعتزل أمين ولم يشيخ ولم يكبر وما زال يسجل وكان أمثلة كثيرة تأخذ مودريتش ما تحدثوش على فرق المستويات تقول لي ريال مدريد مودريتش في سن 37 قائد المنتخب الكرواتي ووصلوا لنهائي كأس أمم أوروبا ووصلوا نصف نهائي كأس العالم أمين كي لاعبين يكبروا في السن ولكن يبقوا فعالين مع المنتخب الوطني هذو لماذا نطردهم لماذا لا نأتي بهم الناخب الوطني ما هوش ما خرج إسلام سليماني من حساباته لا على عامل السن ولا على عامل الإحصائيات عامل فني لأنه الطريقة التي يلعب بها بيتكوفيتش البروفيل تاع اسلام سليماني ما يتماشاش مع الطريقه مستحيل. تاعه هذا ما كان مستحيل انا هذه لا اؤمن بها ولن اقتنع بها واسلام سليماني ابعد عن المنتخب الوطني الجزائري لسبب غير فني قول عامل السن قول اعطينا السبب اللي ما نعرفش والله ما نعرف ما على باليش امين والله ما نعرف سبب ما على باليش سبب الحقيقه لابعاد اسلام سليماني ممكن يكون عامل السن ممكن تكون وشايه في اذن بيتكوفيتش ممكن تكون أشياء أخرى لكن صدقني أمين والله ما نعرف السبب الحقيقي لا أستطيع أن أدخل الآن داخل رأس بيتكوفيتش وأخمن مكانه ولكن ربي سبحانه خلقنا وكرمنا وأعطانا عقول مستحيل أن يكون سبب فني لأنه بلغة الأرقام إسلام سليماني أفضل من بعض المهاجمين الموجودين في المنتخب بلغة الأرقام مع النادي هو أفضل منهم وبلغة الأرقام مع المنتخب هو أفضل منهم وبلغة الأرقام في إفريقيا وأمام المنتخبات الإفريقية لا أحد يضاهيه لا من هؤلاء اللاعبين ولا من الموجودين من زملائه في المنتخب ربما كلمة في أذن بيتكوفيتش تكون قد غيرت الأمور ربما تدخل شخص ثاني لا يحب إسلام سليماني يريد إبعاده من محيط المنتخب يسمع الهدى والهدى والهدى هذا المدرب يميدو قد تكون مجرد خيارات من هذا المدرب ليس جزائريا لم يعيش في الجزائر لم يكتشف العقلية الجزائرية بالكامل مدرب وصل منذ شهرين أو ثلاث أشهر أعتقد بأن ما زال أمامه الوقت الكافي من أجل اكتشاف الكثير من الأمور هنا في الجزائر